نمشي سؤال سؤال مع بعض. أول سؤال عندنا بيقول the total internal reflection for an instant light ray from an optically denser medium to an optically rarer medium occurs when the angle of incidence is. طيب بيقول لي total internal reflection ده occur when the angle of incidence is ايه بقى؟ ال total internal reflection ده لما احنا جينا قلنا مع بعض هنا فاكرين؟ احنا قلنا ان لما تبقى الفاي اكبر من الفاي سي، لما الانجل اوف انستنس جريتر ذان الكريتيكال انجل بيحصل التوتال انترنال ايه ريفليكشن. تمام، يبقى انا دلوقتي على عايز الانجل اوف انستنس تبقى مالها جريتر ذان الكريتيكال انجل. تاني لو الانجل كلو الفاي والفاي وان كانت بزيرو يبقى اللايت ري هيعدي الناحيه الثانيه وزاوت ريفراكشن. لو الفاي هنا رقم صغير هي الانجل سي ده تبقى اكبر، لان هو لما بيروح للريرر اللايت ري بيحصل له ايه؟ اللايت ري بيحصل له ان الايه بيرفراكت اواي فروم ذا نورمال لاين، يبعد عن النورمال. طب لما الانجل فاي يزيد اكتر يبعد عن النورمال اكتر لحد فاي معينه يبعد عن النورمال لدرجه ان هو يمشي تانجنت للايه للباوندري سيرفيس. تمام، اول ما الانجل بقى تزيد عندي، اول ما الانجل للفاي هنا تزيد عن الكريتيكال بيحصل له ايه توتال انترنال ريفليكشن. يبقى اف the angle of incidence greater than the critical angle يبقى يحصل total internal ايه reflection. تمام، طيب تاني سؤال عندنا بيقول لي هنا، تمام كده باين اهو، بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي هنا the opposite figure represent for incident light rays on a semicircular glass prism whose refractive index is 1.5 which of these rays undergo total internal refraction. Total internal sorry reflection، يبقى انا دلوقتي يبقى عندي ايه؟ عندي الكريتيكال انجل اعرف احسبها ولا لا؟ انا دلوقتي لو معايا الفاي سي هنا عباره عن ايه؟ مش الفاي سي قانونها ايه؟ مين فاكر يقول لي؟ احنا كنا لسه قايلين القوانين من شويه ان ساين فاي سي ايكوال ايه؟ ان 2 اوفر ان 1 وايكوال 1 على ان في حاله ان انا بتحرك للاير. طب خلي بالك بقى هو بيقول لك هنا ايه؟ او هنا انا شايف ان هو بيتحرك او حوالين الميديوم ده حوالين الجلوس بريزما هو اير، فخلاص يبقى الساين فاي سي عباره عن ايه بقى؟ ساين فاي سي ايكوال 1 اوفر ان، صح كده؟ 1 اوفر ان يبقى 1 على 1.5. الرقم ده محفوظ، يبقى انا كده اقدر اجيب الفاي سي ازاي؟ اقول ساين انفرس 1 اوفر 1.5. فساعتها هنا اقدر اقول ان الفاي سي تطلع بكام؟ لما اجي احسب دي هتطلع ب 41.8. تمام، يبقى انا لو الانجل زاد عن ال 41.8 هيحصل ايه؟ هيحصل توتال انترنال ريفليكشن. اقول لي انهي من دول يحصل توتال انترنال ريفليكشن؟ طيب ادي ده بالنسبه لي هو مين؟ ده هو السيمي سيركولر جلاس بريزم. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي لو اللايت كان جاي كده؟ هيحصل له ايه؟ المفروض ان هو يكمل وزاوت ريفراكشن، صح كده؟ ده رقم 1. رقم 2 اهو الانجل بتاعته ماليش دعوه بال 60 دي، حد قال لي الانجل بتاعته 60 اقول له لا. بص يا حبيبي دلوقتي انت ايه؟ الانجل 60 دي بالنسبه للايه؟ للباوندري سيرفيس، يعني من هنا لهنا 30، يعني لايت 3 عامل هنا مع ده 30 وعامل مع ده 60. انا ماليش دعوه بالانجل دي، انا باخد الانجل بين النورمال، بين النورمال اللي المفروض يبقى موجود هنا ده، ما احنا عندنا هنا نورمال اللي هو اللي في النص ده واللايت، فدي 60 ودي كلها 90، فالحته اللي ما بين اللايت ري والنورمال قد ايه؟ هتبقى كام؟ هيبقى 30 طبعا. يبقى هنا اللايت ري لما كان هنا عامل انجل 30 كده هيحصل له ايه؟ انجل 30 اقل من الكريتيكال هيحصل له ايه؟ ريفراكشن على طول. طيب لو الانجل بتاعتي، لو انا مثلا ده الري رقم 2 ري 2، طب لما الري بقى يجي في مكان ده مين؟ رقم 3 يبقى عامل انجل قد ايه ده؟ رقم 3 قال لي كاتب لي 30، لا مش هاخد دي من هنا لهنا 30، بس من هنا لهنا كام بقى؟ هي كلها 90، لو من هنا لهنا 30 يبقى هنا لهنا ايه؟ 60، صح؟ يبقى الفاي هنا 60 ديجري. جميل، يبقى يحصل له ايه بقى ده؟ الفاي سي ب 41.8 انما الفاي هنا ب 60، بيحصل له ايه؟ ده الفاي هنا جريتر ذان الكريتيكال
ولما الفايت تبقى جريتر ذان الكريتيكال كان بيحصل ايه؟ توتال انترنال ريفليكشن. يبقى خلاص يبقى ده هيحصل له توتال انترنال ريفليكشن ويطلع كده بانجل 60 برضو. يبقى ري لايت اللايت ري رقم 3 هو اللي هيحصل له ايه؟ لايت ري رقم 3 هو اللي هيحصل له ايه طبعا؟ توتال انترنال ريفليكشن. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول ايه؟ طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي، تعالوا نركز مع بعض كده، بيقول لي the opposite table show the absolute refractive indices for three materials x y and z hence total internal reflection could happen when light travels from a to a. مبدئيا كده احنا عندنا 3 material وهنا مدين ال n بتاعت كل واحدة material x y z. دب 1.33 1.5. طبعا عشان يحصل total internal reflection لازم كان يحصل من منين لمنين بقى؟ أول حاجة قلناها من denser لإيه؟ لرير، صح كده؟ يبقى مبدئيا كده ده denser، واللي بالنسبة لده ال y less dense than ال z، صح؟ يبقى دلوقتي ممكن يبقى من z لل a لل y، بعد ما هو from z to y تمام، ينفع يحصل الايه؟ ينفع يبقى انا عندي total internal reflection from z to y ينفع، تمام؟ طب ينفع تاني من مين لمين؟ الرقم ال n ده كبير يبقى ده denser، وال x less dense than ال y، صح؟ يبقى ينفع from ايه؟ from y to x، تمام؟ اكيد مش هنلاقي كله موجود يعني. ينفع تاني من ايه؟ ما هو z و a و x ممكن برضو تقول from z to x. ليه؟ لان ده 1.5 denser و x و 1 يبقى ده less dense بالنسبة للz، صح؟ فينفع من z لل y ومن z لل x. طب تعالى كده نشوف مع بعض. هنا قال لي z من اي حاجة اوكي، يبقى انا هقبل رقم d، انما من y لz ما ينفعش. اي حاجة الزد ما تنفعش مبدئيا كده، صح؟ لان الزد ده هو الدنسر، انا لازم اتحرك من الدنسر لريرر مش من ريرر لدنسر. فالزد ده هو الايه؟ هو اكتر واحد هنا ممكن ايه؟ هو يعني ده اكبر، ده اكتر ميديان، هو ايه؟ هو اللي لازم ابدأ من عنده بالنسبة. يبقى from z to material y اوكي تنفع، من x ل y ما تنفعش. يبقى انا لازم ايه؟ الاقي حاجة من التلاتة دول. اللي لقيته مين؟ من زد لمين؟ من زد ل y. اوكي خلاص انا لقيت ده، سوري، لقيت من زد الواي ده في اوكي، اللي هو رقم 3. الاجابه هتبقى كام؟ فروم زد تو واي، فهتبقى دي، تمام كده؟ يبقى فروم زد تو واي. طيب السؤال اللي بعد كده تعالى نشوف مع بعض بيقول ايه. بيقول لي هنا انهي في دول، تعالوا كده نركز مع بعض اهو، انهي من دول بيحصل فيه، انهي من دول بيقول لك the figure that represents the correct pulse for an incident light ray on a semicircular glass prism in which is angle of phi c اللي هي critical angle يعني equals the critical angle على طول is a. يعني ايه critical angle دي بقى؟ critical angle هي phi، والphi دايما هي بين النورمال واللايت، فطبعا دي غلط، تمام؟ والcritical ما بيحصلش عندها ايه؟ يعني الcritical بيحصل عندها ايه؟ اللايت بيحصل له ايه عندها؟ اللايت بيمشي تانجنت للايه؟ للباوندر سيرفيس، صح كده؟ فمبدئيا هتبقى دي الاجابه الصح سي طبعا، تمام؟ ليه؟ اول حاجه الفاي هي بين النورمال واللايت، دي اول حاجه. تاني حاجه، طيب لما يبقى دي فاي سي، اللايت بيعمل انجل هنا كام وهو طالع؟ بيعمل انجل وهو طالع 90، بيمشي تانجنت للايه؟ للباوندر سيرفيس، تمام؟ هنكمل دلوقتي مع بعض. هنا بيقول لي الانجل 42 دي كانت انجل 42، فخلى اللايت هنا يمشي ازاي؟ from medium y to medium x مشي tangent للباوندر سيرفيس، تمام؟ بعدين طب لو الانجل خليناها 45، خلاص ما احنا متفقين مع بعض بقى، الاتفاق ده بتاعنا بقى اهو. لو الفاي بتاعتي اهي زادت عن الكريتيكال، خلاص يحصل توتال انترنال ريفليكشن. يبقى لو ال 42 اهي مشي tangent، لما الانجل هتزيد عن ال 42 هتبقى 45، هيحصل توتال انترنال ريفليكشن، فالاجابه الصح هتبقى دي، تمام كده؟
طيب هنا بيقول لي the largest angle of refraction for a light beam passing from water of refractive index 4/3 to air. أكبر angle of refraction ممكن تبقى عندي لما يتحرك من denser medium لrarer medium. يعني دي حاجة محافظينها أصلا. مين هي أكبر angle of refraction؟ شايفين هنا the angle of refraction هنا بزيرو. أكبر شوية لما أنا زودت لما الفاي بقى إيه؟ يعني angle زودت الفاي السيتا زادت بس هنا زيت بقت اكبر من ايه سيتا اكبر من الفاي زودت الفاي اكتر سيتا هتبعد او اللايت راي هيبعد اكتر عن النورمال زود الفاي لحد ما توصل للكريتيكال انجل يبقى ساعتها السيتا بقت بكام بقت 90 ديجري يعني سيتا ب 90 ديجري يعني اللايت راي هيمشي تانجنت دي اكبر سيتا ممكنه هي دي اللارجست انجل اوف ريفراكشن يبقى هنا ساعتها تبقى ايه الاجابه هتبقى 90 ديجري ما حدش بقى يروح يحسب الكريتيكال انا مش عايز الكريتيكال هنا لما حد يحسب الكريتيكال هيطلع بايه برقم اوكي ولكن هيطلع ده او ده فانا ماليش دعوه بيهم انا عايز الايه انا عايز الانجل اوف ريفراكشن الفاي سي دي انستنس انجل مش ريفراكشن انجل تمام طيب تعال نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه بيقول لي هنا ذا كريتيكال انجل بتوين تو ميديم ديبندس اون ايه طيب الكريتيكال انجل بتوين تو ميديا ديبند اون ايه the absolute refractive index of the opt طبعا هو الايه الساين فاي سي ديبند على ايه شويه حاجات كده هي ديبند على الان 2 والان 1 اهي شايف لما احنا كنا كاتبين القانون بتاعنا الكريتيكال انجل ديبند على مين ان 2 وان 1 فبالتالي دلوقتي ايه الابسولوت ريفراكتيف اندكس اوف ذا اوبتيك دنسر ميديم اونلي لا طبعا هو بيعتمد على الان 2 اللي هي الان ريرر والان ايه دنسر ان 1 ذا اوبتيك ريفراكتيف اندكس اوف ذا اوبتيك ريرر ميديم لا يبقى ماشي يبقى الريفراكتيف اندكس بتاع الاثنين يبقى انا هختار رقم سي طبعا تمام كده طب رقم دي تعالوا كده نقراها بالمره كده بيقول اذا انجل اوف انسيدنس اوف لايت راي اون ذا باوندري سيرفيس بيعتمد على الفاي بتوين ذا تو ميديم هو بيعتمد على الفاي هي لا هي الكريتيكال انجل نفسها يمين هي انسيدنس انجل فانا دلوقتي في انجل معينه لو انا نزلت بيها هتبقى هي الكريتيكال فهي ما بتعتمدش يعني ما بتعتمدش على كده خالص تمام فهي دي مالهاش علاقه خالص بالايه باللي بيعتمد عليه الكريتيكال طبعا الكريتيكال بتعتمد على الماتيريال اكتر ما بتعتمد على الايه على تمام لكن انا لما يبقى هي الانجل اوف انستنس او الكريتيكال انجل هي انجل اوف انستنس اصلا تمام طيب ايه علاقه بقى الكريتيكال انجل بالايه بالان حلو قوي بس خلي بالك ايه سراوندد باي اير يعني انا دلوقتي عندي ماتيريالز كتيره كل ماتيريال ليها ان مختلف عن الثانيه صح طيب اهي مش احنا عارفين ان ساين فاي سي ايكوال 1 على ان في حاله ان انا بتعامل مع الايه مع دنسر ميديوم والاير على طول ازيرر ميديوم يعني انا دلوقتي مش الساين فاي سي ايكوال 1 اوفر ان ايه علاقه الفاي سي بالايه بالان ها برافو عليك لو انا دلوقتي رحت مزود الان هلاقي عندي الفاي سي رقم صغير جدا فعلشان كده احيانا في الاجهزه اللي انا ببقى ايه محتاج فيها يحصل توتال انترنال ريفلكشن بقعد ازود في مين بقى بقعد ازود في الان جدا اجيب ماتيريال كده ليها ريفراكتيف اندكس كبير طب وانت لما تجيب ماتيريال ليها ريفراكتيف اندكس كبير هيبقى ساعتها كريتيكال انجل عندها صغيره فباقل انجل اقدر اعمل ايه يحصل لي توتال انترنال ريفلكشن طيب انا دلوقتي لما اجيب ماتيريال ليها ريفراكتيف اندكس اكبر ايه اللي هيحصل ساعتها الكريتيكال انجل هتقل لان العلاقه بينهم ايه انفرس ريليشن inversely proportional مع ال n تمام كده طيب يبقى ال relation هتبقى c طبعا دي ايه diffraction فبالتالي هتبقى شكلها يعني كده تمام امتى تبقى دي لو هي first degree طبعا دي مش first degree خالص تمام طيب ally 3 falls from air on a liquid surface ماشي if the angle of incidence is 30 and the angle of refraction is 22 جميل قوي السؤال ده بيقول لك ايه بيقول لك دلوقتي ان انا عندي تعالى بس عشان نقرا مع بعض الاول اللايت ري يبقى الفاي هنا كان عندي 30 degree and the angle of refraction is 22 the critical angle of light ray when it passes from the light the liquid to air is ايه بقى حلو قوي هو مديني الفاي خلي بالك بقى خلي بالك الانجل الاولى بكام هنا ب 30 ديجري والثانيه 22 ديجري جميل خلي بالك بقى دي الفاي ودي السيتا هو ده لما بيتحرك من مين بقى
لما بيتحرك من الاير للليكويد. لكن احنا اصلا ايه، لما هنيجي ندور على الكريتيكال انجل لازم ندور عليها وهو بيتحرك من الدنسر للرير مش من الرير للدنسر. فبالتالي معلش اعتبره دلوقتي بيتحرك من الليكويد للايه، الاير. طب اعتبره ازاي يتحرك للليكويد للاير؟ بص كده خلي بالك معايا، لما كان بيتحرك من الاير بانجل 30 للايه للليكويد عمل انجل ريفراكشن هنا 22. العكس صحيح برضو، يعني لما يكون بيتحرك من الليكويد للاير ساعتها هيحصل ايه بقى؟ ها تمام، يبقى الانجل دي هتبقى الفاي هي 22 والسيتا برضه هتبقى 30 عادي جدا. يبقى انا لو قلبت الانجل دي، لو اعتبرت ان دي الفاي تبقى دي السيتا اللي هو بيتحرك من هنا لهنا، تمام. وبالتالي عايز اقول هنا ايه بقى، عايز اقول هنا انت لما تيجي تحسب الكريتيكال انجل احنا متفقين اصلا مع بعض ان هي قانونها ايه، ايكوال كل الكلام ده، ساين فاي سي ايكوال 1 على ان، تمام، في اوفر سي لامدا 1 على لامدا 2، تمام. ده لو كان مع ويز الاير صح كده. طب هو فعلا هنا بيتحرك اير وليكويد، يبقى انا هستخدم قانون من القوانين دي. طب انهي قانون بقى؟ طب نضيف قانون هنا برضو زي ده كده، ساين فاي اوفر ساين سيتا، بس احنا متفقين مع بعض ان الكبير يبقى هو اللي تحت. فعلشان كده بقول لك انا هحط الايه، ساين فاي سي ايكوال نفسها مين؟ ساين فاي اوفر ساين سيتا. يبقى القوانين بتاعتنا اهي اهو، ان 2 على ان 1 في 1 على في 2 لامدا 1 على لامدا 2 ساين فاي على ساين سيتا، بس اهم حاجه احط الصغير فوق الكبير تحت. فعلشان كده لما حد هيجي يحط ال 30 فوق وال 22 تحت هيطلع الرقم ده جريتر ذان 1، وبالتالي لما يجي يقول ساين انفرس الرقم ده هيطلع معاه ايرور صح. فبالتالي احنا لازم نكتب ايه بقى، ها نقول ساين فاي سي ايكوال ان 2 اللي هي عباره عن كام بقى هنا، ان 2 مش عارفها، سوري احنا معانا بس الفاي والسيتا، فاي اعتبرها 22 والسي اعتبرها 30. ليه؟ لان انا بحط الصغير فوق. طب اشمعنى يعني ان انا بحط الايه؟ الصغير فوق، لان انا بالنسبه لي هنا لازم اكون بتحرك من الدنسر للرير عشان يبقى عندي حاجه اسمها كريتيكال انجل، لان لو بتحرك من الرير للليكويد مش هيبقى عندي حاجه اسمها كريتيكال انجل اصلا، لان طول ما اللايت ايه بزود الفاي بتاعته بيقرب للنورمال، فعمره ما هيمشي تانجنت خالص في الكيس دي. فلازم اكون بحركه من الاير للليكويد علشان او سوري من الليكويد للاير من الدنسر للاير عشان اضمن ان هو يبعد عن النورمال ويجي عند انجل معينه هنا اسمها فاي سي يرمشي تانجنت للسيرفس صح. لما نيجي نحسب بقى الكلام ده كله نقدر نقول على طول بقى مين، ايه رايك؟ هقول شيفت ساين الكلام اللي هناك ده، انا هجيب ساين انفرس اللي هناك عشان اجيب الفاي سي نفسها. هقول ايه؟ ساين انفرس لمين بقى؟ ساين 22 على ساين 30. مش لما اجي اجيب احسب ده رقم وبعد كده اقول شيفت ساين، خلاص يا عم على طول يعني، تمام خليك كده سريع يعني، ساين 22 ها اوفر ساين ايه 30 تمام، وتدوس ايكوال هيطلع لك الرقم على طول هيبقى كام بقى، انت شايفه هنا كام 48.52 او 0.5 على طول، تمام هو اللي موجود عندنا 48.5.